لبنان المعجزة، طائر الفينيق يموت لينبعث من رماده. سفن أبنائه حملت الحرف إلى العالم. ملحمة جلجامش غنت جباله، غنت أرزه. سفر الأناشيد في الكتاب المقدس يتحدث عن مرابض الأسود، عن جبال النمور، وعن الصديق ينمو كالأرز في لبنان. لغة المسيح لغة شعب لبنان، 6000 سنة عبيرها البخور، لونها الدم، 6000 سنة والعمر كله يا لبنان. بطريرك لبنان وإنطاقيا والشرق يوحنا مارون قاد المقاومة المسيحية دفاعا عن الهوية عام 669. بطريرك لبنان وأنطاقيا والشرق دانيال الحتشيتي استشهد على يد المماليك مدافعا عن الإيمان والحرية عام 1282. بطريرك لبنان وأنطاقيا والشرق جبرائيل حجولة بعد معارك استمرت 10 سنوات يسقط شهيدا مصلوبا محروقا على يد المماليك في سبيل شعبه وإيمانه عام 1367. الدولة العثمانية تتآمر، حلف الموارنة والدروز اغتيل في حرب 1840. نظام القائم مقاميتين لم يلغ مجازر 1860، جنحا لبنان تكسرا. ولا ننسى طائر الفينيق ينبعث دائما من رماده، فالموت كالعادة قيامة. هذا الشعب لا يستسلم، لا يشمل، لا يرضى بالذمية. الموت كالعادة قيامة. وأتى الحصاد. متصرفية جبل لبنان كانت اعترافا دوليا بكيان لبناني مسيحي مستقل، ولكن تحت إدارة عثمانية. 1920، الياس لحويك يقطف ثمار العصور، مجد لبنان أعطي له. بترك الموارن ولبنان شيء واحد، البطريرك منح لبنان إنجازه التاريخي بإعلان لبنان الكبير. 1943، استقلال وسيادة، تعددية وحرية، مئذنة وصليب، كلنا للوطن، مجده أرزه رمزه للخلود، وطن نهائي لكل أبنائه، الحرية الفردية مقدسة، وطن ديمقراطي من صندوق اقتراعه يشرق عهد ويغيب عهد، وطن محاط بأوطان عسكر وحذاء عسكرها يدوس كرامة بشرها. 1958، الشام سوريا الشقيقة والقاهرة مصر الشقيقة تزاوجا تحت اسم واحد، الجمهورية العربية المتحدة. شقيقتا لبنان
لم تكونا شقيقتين تجاه الشقيق أرادتا ابتلاعه. ولو كان لبنان معافى من طائفيته لما تجرأتا. انطلقت في لبنان أعمال العنف لتضع شرعية الكيان اللبناني في خطر. 1967 الوضع الفلسطيني يرخي بثقله على لبنان. اللبنانيون منقسمون، منهم المؤيد ومنهم المعارض. صدامات بين الجيش اللبناني والمنظمات الفلسطينية المدعومة من نظام بعث سوريا. 1969 اتفاقية القاهرة بضغط سوري جعلت لبنان يتخلى عن سيادته لصالح الفلتان أولا والابتلاع لاحقا. 1973 يمنع الجيش اللبناني بعد استخدامه الطيران الحربي من حسم المعركة مع المنظمات الفلسطينية المسلحة بعد ضغوط عربية عنيفة، خاصة وأن النظام الأسدي توعد بإقفال الحدود البرية مع لبنان. 1975 مسيحيو لبنان وأحراره قالوا لا، نحن مستعدين وبنيتنا وبمخططنا انه نحرر كافة اجزاء هالبلد. لن يكون لبنان وطنا بديلا من فلسطين. بدنا نتكل على قوتنا، بدنا نتكل على شهداء من عنا مستعدين يستبسلوا بسبيل تحرير هالارض. لا إسقاط لشرعية الكيان اللبناني ولا إلحاق للبنان بدولة نظام البعث السوري. سلاح أعطينا، ذخائر أعطينا، كل هذا موجود هناك ومتراكم. نظام الأسد درب وسلح مجموعات عديدة لبنانية وفلسطينية ولم يستطع أن ينقذ الموقف. ونظام الأسد جعل لبنان قاعدة للإرهاب الدولي. حدود دولة الأسد أصبحت مصدر خطر دائم على الكيان. كيان إن سقط مسيحيو لبنان سقط معهم. نظام الأسد بدأ يكيل ضرباته تنكيلا وترهيبا. أرهب أحرار المسلمين ونكل بكل المسيحيين، قتل قصف ذبح خطف وتهجير. لكنه نسي أن أبناء الأرز إذا دعاهم الواجب يرحبون بالسير على درب الجلجلة. فقلنا إذا لابد من أن ندخل وننقذ المقاومة، وقررنا أن ندخل تحت عنوان جيش التحرير الفلسطيني. اندفعت المقاومة اللبنانية مارداً في وجه الأصيل والوكيل. 13 نيسان 1975، منذ تلك اللحظة انطلقت المقاومة اللبنانية تخوض معارك العزة والكرامة، لا للنوم في أسرة الرخاء، نعم فداء للبنان. معارك في الفنادق، في الأسواق، معارك تحرير الشرقية من المجموعات الفلسطينية، الكرنتينة، نبعة، تل الزعتر، الضيب، معركة الكورة وشكة، شهداء بالمئات سقطوا أبطالا دفاعا عن كل شبر من الوطن. شهداء لون أعينهم الأرز ودماؤهم البطلة بتراب لبنان الجبلة. في شيء واضح، الأسس يلي بدنا ننطلق عليها لبناء
الكيان الجديد تبعنا بدها تعطينا الضمانات وبدها تعطينا الكفالة انه مش كل 5 سنين لبنان بده يرجع يمرق على 40,000 قتيل وعلى نص البلد مهدم. لبيك يا لبنان يا وطن الأحرار. 1976 نظام أسد الشام يحول قوات حفظ السلام الردع العربية إلى جيش بعث محتل. 1977 طالب طب في الجامعة الأمريكية نمرود من هذا الجبل حمل بندقية أزيزها حوربة شرف ومضى راسما إشارة الصليب يقاتل مع رتل من الرفاق في منطقة بلة مانعا الجيش السوري بعديده وعتاده من دخول بشر. يومها أنور السادات الرئيس المصري راح يستكشف على الخريطة سائلا من حوله أين تقع تلك الضيعة الصغيرة من لبنان حيث انهزم جيش البعث السوري. ألف تسعمية وثمانية وسبعين 100 يوم جيش الاحتلال الأسدي محاصرا الأشرفية فرن الشباك عين الرماني والحدث. Plus le moral chez nous est fort et plus nous avons l'intention de ne pas nous laisser agenouiller. حرب استعملت فيها راجمات الصواريخ وقذائف 240. Rien qu'à voir la dimension de l'obus, vous aurez une idée des armes que avec lesquelles les Syriens sont en train d'éduquer les isolationnistes au Liban. هذه المناطق صيرها جيش الأسد مدمرة، مناطق باتت بلا غذاء بلا ماء بلا دواء. إذا مستعدين نسحبوا انتهى المشكل، مش مستعدين نسحبوا منا، نحن مستعدين للمفاوضات، الحرب ماشي. وبعد 100 يوم شعب الجلجلة لبى، شعب القيامة لبى، من بين الأنقاض هبة. صمود بلادي تكون فيكي لما تحديت الأخطار، نار الغدر الهشم عليك احتر قدام النار النار، من أرضك شكوا أبطالك بالدم دروب التحرير. وجيش الاحتلال خرج من الأشرفية، أشرفية الوطن مهزوما، مطأطأ الرأس مهزوما. جارا وراءه ما تبقى من آلياته العسكرية وما غنمه من مسروقات. وأمهات الشهداء زلغطنا، نعم وألف نعم للدمار، ولا وألف لا للعار، والأشرفية كتبت بحروف من ذهب قلعة صمود في تاريخ المقاومة اللبنانية. ولبيك يا لبنان يا وطن الأحرار. صمود الميت يوم عاد الغفا والنوم، الأشرفية المداية وحكاية التحرير. انتقلت المقاومة من الميليشيا إلى المؤسسات. هيدي الأربع احتمالات اللي موجودة قدامنا، بدنا ناخد قرار أو منقرر نعيش راسنا مرفوع وأحرار كمسيحيين بهالنقطة من الشرق، أو منقرر نعيش زنيين، أو منقرر نشمل، أو منقرر نفل. هيدا الرهان وهيدي القرارات اللي مطروحة أمامنا نحن كمقاومة لبنانية، نحن كقوات لبنانية قررنا وقرارنا نهائي انه منعيش هون
كمسيحيين راسنا مرفوع احرار. نحن جنود الحريه، نحن جنود لبنان، دارنا نكون الغنيه، موت ويحيا لبنان. نحن جنود الحريه، نحن جنود لبنان، دارنا نكون الغنيه، موت ويحيا لبنان. نحن كمقاومه لبنانيه ونحن كقوات لبنانيه عنا قضية، وهالقضية هيدي بتخلينا ما بعد نسمح لحدا لا من بعيد ولا من قريب يجرب يستوطي حيفا. نحن جنود الحرية، نحن جنودك لبنان، دارنا نكون الغنية، موتوا يحيا لبنان، موتوا يحيا لبنان. لبنان بحاجة لإلكن، لبوا النداء. بالشمال اسمها قنات، 40 مقاتل من القوات اللبنانية مدة 6 أيام خربطوا حسابات طويلة عريضة للقيادات السورية بلبنان وبالشمال بصورة خاصة، وخربطوا حسابات يلي ورا السوريين ويلي كانوا متكلين على السوريين ليقوموا بالدور يلي هن كان مفروض يقوموا فيه. نحن ثابتون في لبنان والشرق، غير لا يأتي حينا ويذهب حينا آخر. صحيح أن امتداد وجودنا ليس مستقرا جغرافيا، لكن وجودنا بحد ذاته دائم الاستقرار. نحن قدسوا هذا الشرق وشياطينه. وقادرون على إنارته إن تركونا على حريتنا. 1981 خرجت القوات اللبنانية من معاقلها لتواجه جيش الاحتلال السوري في الأطراف المسيحية دفاعا عن عاصمة الكتلكة في الشرق زعنة. الشهيدان جورج نخلي وفؤاد نمور استشهدا متلاصقين مجمدين على قمم صنين، استشهدا مخلفين في ساحة الشرف مع رفاق أبطال دبابات بعث مبعثرة محروقة. يعني لابد ما يكون عنده حوالي 250 أو 300 عسكري سوري من القوات الخاصة، وفي حوالي 20 أو 22 دبابة بعدهم مبينين بسهل البقاع محروقين. كنا نقول له للسوري نحن منفهمك تمام، وقت اللي عم تضرب الأشرفية وعين الرمانة وزحلة انت بربري. بتعاملهم بلغة برابرة، انت قستنا على حالك وعملتنا مثل ما بتعامل أهل حمص وحماة. عدو لبنان بعث الأسد أنزل إلى الميدان آلة حقده، طيرانه الحربي والكوموندوس البعثي، ولم يستطع تغيير المعادلة. يمكن شعبك بيركع، نحن لا أنت ولا أكبر منك بيركع. القوات اللبنانية تخرج منتصرة بعدما دولت الأزمة اللبنانية، وبدأ العالم يطالب بخروج جيش الاحتلال واسترجاع السيادة. ولبيك يا لبنان يا وطن الأحرار. زحلة كانت عم تنضرب، قنات كانت عم تنضرب، الأشرفية وعين الرمانة كانت عم تنضرب، والدمور محتلة، وبيروت الغربية بتعرفوا بأي وضع. مع هيدا وكله بقلبنا وبراسنا كان في قناعة، كان في إيمان، كان في تأكيد إنه هالوضع هيدا ما ممكن انه يستمر. طالما في شعب قرر انه ما رح يعيش راكع، قرر انه ما رح يأشمل، قرر انه ما رح يهرب من بلده. في 6 حزيران 1982 اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان حتى وصلت على مشارف العاصمة إثر تعرض السفير الإسرائيلي في لندن لمحاولة اغتيال.
مرشح للرئاسة؟ أنا ترشيحي منه مناورة. بعد ترشح الشيخ بشير الجميل لرئاسة الجمهورية اللبنانية، تم تعيين المهندس فادي فران خلفا له في قيادة القوة. في 16 آب 1982 ترأس البشير آخر جلسة لمجلس القيادة وقال: اليوم تتحول المقاومة إلى دولة وسنكمل الطريق معا. تصرفت القوات بعد تعيين فادي فرام على أساس أن بشير هو الرئيس العتيد، وفي أقل من شهرين تم إنشاء 9 ثكن جنوب طريق الشام، وطوعت 1112 عنصرا رغم توزيع 1875 من تلاميذ التجنيد على القطع والوحدات المركزية. ولكن المسيحيين لم يكونوا محضرين لتلك اللحظة التاريخية. 1982 ولبنان يقطف ثمار نصره. قائد القوات اللبنانية الشيخ بشير الجميل رئيسا لجمهورية 10452 كيلومتر مربع. الشيخ بشير بلحظة أصبح فخر الدين، أصبح الياس الحويك، أصبح رئيس كل لبنان. وخطابه: من يعمل للبنان هو لبنان. الحلم لم يكتمل، سقط البشير شهيدا، والقوات مع بشير لن تكون كما بدون. وانتشارها في الجبل في ظل رئاسته ليس إلا خير دليل على ذلك. بعد استشهاد خاضت القوات اللبنانية حرب الجبل لتثبيت سيادة لبنان، لحماية كل مسيحيي الأطراف وتثبيتهم في قراهم، لإخراج سوريا الأسد من المعادلة. خاضت القوات اللبنانية حرب الجبل بديلا من السلطة الشرعية، مدفوعة بروح التزام القضية نحو حرب لا تملك من عدتها وعديدها سوى الإيمان والشجاعة. كان المطلوب من القوات أن تصمد في بحمدون 48 ساعة فقط لتمكين الجيش اللبناني من الانتشار. صمدت القوات 72 ساعة ولم ينتشر الجيش. خاضت حرب الجبل كلها وحيدة ولم تحرك السلطة ساكنا، على الرغم مما كانت تحمل هذه الحرب من أهمية استراتيجية. ففي كل قرية قصة شهيد، قصة بطل أوقف جحافل من الجيش السوري وأعوانه من الجبهة الشعبية الفلسطينية الذين قاتلوا مع حزب الاشتراكي. السرق والحرق والجرف قتلوا البشر، سرقوا الحجر، قطعوا الشجر. خرجت القوات منهكة القوى بعد فك حصار دير القمر لتواجه وضعا سياسيا مسيحيا مبعثرا وسلطة جنحت تحت التنازلات.
بعد أشهر من حرب الجبل استلم رئيس هيئة الأركان العامة يومها الدكتور فؤاد أبو ناظر قيادة القوات اللبنانية. بعد اغتيال الشيخ بشير جميل وانتخاب أمين خلفا له، حاول الرئيس الخلف وضع يده على القوات. انتفضت القوات اللبنانية في 12 أذار 1985 واستعادت المبادرة لنبقى ونستمر. مهما كان المتعاملون مع سوريا كسر، فالمقاومون أكثر، ومهما كان التصميم السوري في لبنان دقيقا فتصميمنا أدق. حاول الياسح بيئة أحد أركان الانتفاضة وضع اليد على المناطق المسيحية من خلال جهاز الأمن المؤتمر به، وفي 9 أيار 1985 قام بانقلاب على الانتفاضة، فعين نفسه رئيسا للهيئة التنفيذية. فيما كان حبيقة متلهيا بعملية قمع جريدة العمل ووضع اليد على المكتب السياسي الكتائبي، كان سمير جعجع يعمل مع مصلحة الطلاب على إنتاج كوادر فكرية وعقائدية ممكننة لترسيخ الفكر العقائدي داخل القوات. ومن جانب آخر أنشأ بصفته رئيسا للأركان معهد بشير جميل. نظام الأسد يعدل خطته التكتية عبر الاتفاق الثلاثي، وهو كناية عن تقسيم سلطة الاحتلال بين القوات والاشتراكي وأمنها. والمعروف أن إلي حبيقة كان يومها رئيساً لجهاز الأمن والاستخبارات، وسخر موارد القوات وصدقيتها وقدسيتها من أجل مد الجسور مع النظام الأسدي. إن كل شبر في لبنان، كل شبر من أرض لبنان هو تماماً ككل شبر في أرض سوريا. إننا شعب واحد ومن أمة واحدة، هكذا خلقنا الله، هكذا هو التاريخ، وهكذا هي الجغرافيا. نحن مش ضد سوريا كشعب، بس نحن ضد كل السياسة السورية بلبنان. ما فينا نقبل دولة تانية تحتل لنا دولتنا، هيدا شيء ما بيقدر واحد يقبل فيه، لا تحت شعار الأخوة ولا تحت شعار التاريخ ولا تحت شعار الجغرافيا. تزامن مع توقيع الاتفاق الثلاثي تخريج أول دفعة من كوادر القوات العسكرية، فكانت الدورة الأولى كادرة. 15 كانون الثاني 1986 ينتزع الدكتور سمير جعجع قيادة القوات من فك البعث السوري. مسيرة واحدة، زند واحد، خط واحد، هدف واحد، فلا خوف عليك يا لبنان. حدد لبنان المصير بالآمن والحرية، وبيدعى وعد البشير القوات اللبنانية. حدد لبنان المصير بالآمن والحرية، وبيدعى وعد البشير القوات اللبنانية. أيها السوريون، ارفعوا أيديكم عن لبنان، وإلا رفعناها بكل ما أوتينا من قوة. ما من صاحب حق إلا ويؤتى حقه ولو بعد حين. أيها الضباط المتخرجون، لنا ملء الثقة بأن السيوف التي تصافحكم اليوم بعد أشهر من التدريب والعرق والتضحيات ستستمد من إيمانكم بريقها، ومن انضباطكم استقامتها، ومن جدارتكم صلابتها. اخترنا لتسمية دورتنا دورة بشير الجميل. زياد حبشي. لياس الخوري. عين الرماني. زحلة. 13 نيسان. إقليم الخروب. حمدون. جورج شويح. نيب. دير الأمان. 15 كانون الثاني. أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا، حفاظا على علمي وزودا عن وطني لبنان. لتبقى قبضاتكم على هذه السيوف، بها تواجهون كل معتد،
وتطردون كل محتل وتجبهون كل خائن، فهي راية الحرية وسلاح التحرير. الملازم الأول سهيل بن نصر. الملازم جرجي الحديد. الملازم الأول عبدو سيدي. الملازم نديم عبد النور. انتظم شباب القوات في سرايا دفاعية وقطع متخصصة لتفعيل العمل العسكري في ظل غياب الدولة. يعتقد البعض أنه نحن هواة حرب للحرب، أما بالحقيقة فنحن محترفي حرب للسلك. واكب مأسسة العسكر مؤسسات مدنية تساعد المواطن على الصمود والبقاء في وطنه. كل ليرة موجودة بالقوات من هلا وطالع رح نقسمها بين المقاتل وبين المواطن. فكانت مؤسسة التضامن الاجتماعي التي أمنت المساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية، وكانت التوأمة بين عائلات مقيمة وعائلات مغتربة، وكان تأمين المواصلات بالنقل المشترك بباصات موزعة على كافة المناطق المحررة آنذاك. وهكذا أصبحت القوات اللبنانية مؤسسة وازنة في المواجهة الاستراتيجية مع الاحتلال السوري في لبنان. أي رئيس من رشح ونحن لا إلنا قادرة سوريا تعطل وصوله لرئيسة الجمهورية، وأي رئيس بترشحه سوريا لألا قادرين نعطل وصوله على رئيسة الجمهورية. عين أمين جميل في اللحظة الأخيرة ميشيل عون رئيسا لحكومة عسكرية، ما لبث أن استقال منها الضباط المسلمين. 1989 في اجتماع تونس الشهير أقنعت القيادة السورية الجنرال عون بإمكانية فوزه برئاسة الجمهورية شرط إنهاء دور القوات اللبنانية. فأتت عملية 14 شباط العسكرية على القوات. ما في شيء بيستاهل صراع الاصطدام العسكري بالمناطق الشرقية، شو ما كان تمن تجنب الصدام بالمناطق العسكرية بالمناطق الشرقية أنا بدي أدفع شو ما كان. المهم الصدام بالمناطق الشرقية ما لازم يكون فيه. وعلى الفور بدأ الجنرال بحملة إعلامية مبرمجة على القوات وقائد القوات.
شوفي شو عم ننظف من مجتمعنا. البير عشي شفتي الحشيشي كله هذا كان وين مين كان حميله؟ فاستوعبها الحكيم بحكمته رغم تعرضه لكمين على طريق قصر بعبدة كان أودى بحياته. جنرال بيمون شو ما كانت المطالب ما في أي مشكلة. Mais je suis plus fort qu'un président, mon vieux. Je suis président et six ministres. وعندما لم يفي السوري بوعده أدار الجنرال عون مدافعه باتجاه الشطر الغربي من العاصمة معلنا حرب التحرير. تلك الحرب المتهورة التي دمرت الاقتصاد والبنى التحتية في المناطق المسيحية وأدت إلى حصارها واستنزافها وإلحاق خسائر فادحة بالأرواح البشرية ودفع مئات الشباب والعائلات إلى الهجرة دون عودة. مشكلة معركة التحرير بين 14 أذار و23 أيلول نشبت بسبب كانت تنفيسة ضرب الجنرال بحربه الخاسرة المعادلة المتوازنة التي رسمتها القوات في وجه الاحتلال السوري. يوم كان الصمت حكمة صمتنا، ويوم أصبح الكلام واجبا تكلمنا. صمتنا يوم كان الفعل أجدى من الكلام، وتكلمنا كي لا يفسر صمتنا ضعفا وتخاذلا. صمتنا حتى يرتاح أطفال مجتمعنا ويطمئنوا. صمتنا ولو على حسابنا. أليست هذه هي المقاومة؟ ليعود الجنرال عون ويوافق على وقف إطلاق نار تحت شروط سبعة مذلة. لا للمفاوضة على الوطن، فكل شيء في هذه الدنيا قابل للمفاوضة إلا الأوطان. أدخل المسيحيين إلى تسوية الطائف رغما عنهم من دون قوة وازنة، ولا انتصار حققه يفاوضون عليه. طب أنا بدي أسأل الجنرال عون، بلش حرب التحرير على أساس شو؟ إذا على أساس إنه يكسر السوريين عسكريا ليش ما كسروا؟ وإذا على أساس في دولة أجنبية رح تيجي تساعده أو دول أجنبية ليش ما أجوا ساعدوا؟ وإذا على أساس مفاوضات صارت مفاوضات بالطائف. أرسل الجنرال النواب إلى الطائف كي ينتخبوه رئيسا. هؤلاء انتخبوا عوضا عنه الرئيس ريني معوض. عندها طار صواب الجنرال. يحاولون أن يفرضوا علينا رئيسا عميلا. رفض الجنرال الاعتراف بالطائف جملة وتفصيلا. خون الجنرال النواب. أرسلناهم إلى الطائف وأعطيناهم فرصة سلام. وجعل الجنرال القصر الجمهوري مقرا لإدارة معركة حربية. في بداية الأزمة تقريبا نحن اجتمعوا ببكركي برعاية الكنيسة وفقعونا هذاك البيان. انت المسيح، انت العذراء، انت الانجيل، انت القربان، انت روح الهو. هلا مش بس انت مش مهم بس نصور الفاز المكسور او الصوره او الكادر المكسور، بدنا نصور القصة من ألف للياء. رتبة البطريرك لازم يكون مثل الأب، شو ما كانوا الناس ضدنين لازم يستوعبون. جنون العظمة عند الجنرال دفعه لاعتبار نفسه أصيلا والرئيس معوض بديلا سالبا سلطة من مالكها. الجنرال
ميشيل عون. نحن كعسكر مطلوب منا كل شهر كانون الثاني جهوزية كاملة لعتادنا، ما نبلغ ب 31 كانون الثاني أفضل درجة جهوزية بتاريخ حياتنا العسكرية، عتادا وأفرادا ونفسية كلهم هودي من حقهم هلأتني نعمل إعادة نظر فيهم خلال هالشهر هيدا، وتكنيس الفخار المكسر الساقط اللي بيسموه بالانجليزي الاستابليشمنت بكل انواعه وبكل مؤسساته ان كانت رسميه وغير رسميه. 1990 ما في هويات عسكريه الا هويه الجيش اللبناني. حرام اولادنا يا ميشيل عون، حرام بلادنا. انا ام واحد مات بمر بخايل، واحد بالصار، واحد حزك عم بتعذب لي ابنك. لقي الله خافي الله، يا الله بتعمل. ما رح نخلي بارودي خارج الاطار هيدا. بلش بالسورية حرق ديننا، قعدنا بالمرجة تفطسنا، رجع بلش فينا، رجع بلش بشبابنا باخوتنا باولادنا. صوب الجنرال مدافعه وهو في قمة هزيانه السياسي باتجاه القوات اللبنانية مدعوما من نظام أسد الشام الذي أمده بالذخائر والمحروقات وبعدد من مقاتلي البعث والقومي. وأكبر واحد بالقوات اللبنانية بدي بواسطة صديق مشترك هو معالي إليح بيقة. أول ما بلشت الحرب بيتصل الريكتور تبع الجمهور بالجنرال هون، كان نهار الأربعاء الظهر 31 شهر، بيقول له يا جنرال شو بدنا نعمل بهالتلاميذ هون وبلشت الحرب. قال له ما يهمك، بتحرك ونخليهم محلهم أربع ساعات بنتي من القصة بعد مرة بقى نخلص منها. طيب تاني يوم شو عاد؟ قال له للريكتور ما بعرف. وعندما لم يحسم الجنرال المعركة مع القوات اللبنانية أزال الألغام التي كانت عائقا أمام الجيش البعثي لعدة سنوات، مفسحا المجال لاقتحام المناطق المسيحية. ما حدا ملزم يبقى بلبنان ساعتها، وقت الكل بفله ويبقى العماد عون لوحده ساعتها، يا هو بيسلم يا بيلحقهم. بس انا اخر واحد، انا وطبطان انا اخر واحد بترك لبنان اذا بدي اتركه، بس انا ما راح اتركه لان صممت اني اندفن هون واندفن بمركز ايادتي. اعتبر الجنرال ان بالغاء القوات يتسنى له فرصه البقاء في السلطه، ولكن الجيش البعثي المتربص بالكيان اللبناني وجدها فرصة للانقضاض على المناطق المسيحية متذرعا بغطاء شرعي لإزالة تمرد الجنرال عون على نتائج الطائف. فاحتل القصر الجمهوري ووزارة الدفاع وضيق الخناق على أعدائه الحقيقيين القوات اللبنانية واحتل كل لبنان. المقاومة اللبنانية مستمرة حتى تحقيق كل الأهداف المرسومة، وحتى تحقيق الغاية من إنشاء القوات اللبنانية، والغاية من إنشاء تحرير كل لبنان، تحرير لبنان من كل الجيوش والفئات الغريبة الموجودة على أرضه، والأهم من هيك الوصول إلى صيغة داخلية لبنانية تمنع بالمستقبل حصول اللي حصل سنة 75 ومن سنة 75 لهلا. لجأ الجنرال عون إلى السفارة الفرنسية تاركا وراءه عائلته عسكره وضباطه ووطنا بلا مرتكزات ومواطن بلا أمن. العماد المستسلم كان أعلن استسلامه من ملجأه الجديد في السفارة الفرنسية. نسبة للظروف القتالية والسياسية الراهنة وحقنا للدماء وتخفيفا للأضرار وإنقاذا لما تبقى، أطلب من أركان قيادة الجيش تلقي الأوامر من العماد إيميل لحوت. حروب الجنرال لم تكن كما يحلو للبعض تسميتها وهمية، كانت حروبا منسقة ومبرمجة. المطلوب رأس القوات اللبنانية والأمر يطاع.
We are with the legality and we are ready to help the legality establishing its authority over all the Lebanese territories. انقلب نظام أسد الشام على تنفيذ وثيقة الطائف. على الصعيد الأمني انسحاب جيشه لم يعد واردا. على الصعيد السياسي أعدم التوازن في الحكومة. بعد التشاور مع حلفائنا وبالأخص حزب الكتائب اللبنانية وغيره من الأحزاب العريقة، أولا أن يقدم قائد القوات اللبنانية استقالته من هذه الحكومة. رفضت القوات فخرجت من السلطة وأعلنتها بأنها لن تكون الغطاء المسيحي لهيمنة أسدية، وذهبت مختارة إلى المعارضة. نحن قوم لا يقتل لهم الشهيد مرتين، مرة بالحرب ومرة بالنكران. باب السماء علق، ابقينا عالباب، صرخنا لالله فتحل للشباب. حسبكم أنكم تساقطتم في سبيل الواجب ولم تسقطوا، تلقيتم بالصدور كل طلقة وطعنة لتردوا عن الوطن غدر الغادرين. والتاريخ لا ينسى أولئك المفاخرين الفارغين الذين يتشدقون اليوم بشعارات وتلفيقات، محاولين التملص من حكم التاريخ والشعب، متقنعين بأثواب الزهد والنسك والغفران، معتزين بأنهم يحترفون ألاعيب السياسة ويجهلون فنون القتال. 1992 قاد الدكتور جعجع والبطريرك صفير مع سائر المعارضين مقاطعة الانتخابات النيابية للتأكيد على عدم شرعيتها بغياب الصوت المسيحي، احتجاجا على عدم تطبيق وثيقة الطائف. فما حصل على هذا المستوى كان نتاج إرادتنا في السلام وتوافق دولي إقليمي محدد المعالم ومعروفا بالتمام والكمال. اتهمت سلطة الاحتلال القوات اللبنانية بلعب دور المحرض. المقاومة هنا، لبنان هنا، وبئس الرجعيين المرتجعين من التحنيط والماضي البغيض. أسد الشام يضيق على الدكتور جعجع. خطف بطرس خواند حاول إلصاق تهمة تفجير مقر حزب الكتائب اللبنانية في الصيف بالقوات اللبنانية. صدف الحمراء لعبت فينا حمالونا سلوب سلوب. 27 شباط 1994، فجر أسد الشام كنيسة سيدة النجاة وألصق التهمة بالقوات اللبنانية. 23 أذار، حل حزب القوات اللبنانية. يسحب العلم والخبر رقم 178 ألف دال تاريخ 10/9/91 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة حزب القوات اللبنانية في بيروت وتحل الجمعية المذكورة. 21 نيسان، اعتقل سمير جعجع، الرجل الذي طالما أسقط مشاريع أسد الشام للهيمنة على لبنان في ظل صمت كل السياسيين المسيحيين تحت الترهيب والترغيب. فيما كان ينقل إلى سجن وزارة الدفاع، كان الشهيد فوزي الراسي ينقل من الوزارة لتغمره الأرض التي أحبها بعدما استشهد تحت التعذيب. سلسلة من المحاكمات السياسية
بأدلة مفبركة وشهود ذور خضع لها الدكتور جعجع. وفي كل مرة دخل قاعة المحاكمات كان يقابله جمهور عريض بالتصفيق والتحية، فيبتسم ليتأكد في كل مرة أن القوات اللبنانية ما زالت في موقعها السياسي الصحيح، والقرار السياسي السيادي للقوات ما زال يصدر من منزله في يسوع الملك. انتظم القواتيون بهدوء مجموعات مجموعات تحت الضغط الأمني. أقسم اليمين أمام القائد الشهيد والقائد المعتقل، أمام بشيرهم وسميرهم، ألغوا الحزب، ستبقى القوات. وكانت مسيرة 11 سنة بقيت فيها القوات معارضة تناضل بلحمها ودمها وبما امتلكته من عنفوان وكرامة في وجه الاحتلال السوري وعملائه وأجهزته. 1997، قداسة البابا يوحنا بولس الثاني قديس الكنيسة الكاثوليكية يزور لبنان، وخصوصا سيد بكركي. من أسقط النظام الشيوعي في العالم لا يعصى عليه نظام بعث الشام. الفرصة مؤاتية، هب القواتيون للاستقبال، حملوا يافطاتهم في كل المحطات، رفعوا شعارات باللغة البولونية، فليخرج الاحتلال السوري، الحرية لسمير جعجع. ابن بولونيا التي عانت من ديكتاتوريات الأرض فهم الرسالة وبلغ المسؤولين رسالة: لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة. حاول نظام الأسد وأعوانه مفاوضة سمير جعجع في معتقله، خيروه عدة مرات بين الحرية والقضية. وعندما يأسوا من محاولاتهم البائسة استمالوا بعض قليلي الإيمان وضعفاء النفوس لاستبدال القوات بأخرى خاضعة. لو سقط الحكيم يومها في التجربة لسقطنا جميعا. وبعد أن خرجت إسرائيل، أفلم يحن الوقت للجيش السوري ليعيد النظر في انتشاره تمهيدا لانسحابه نهائيا عملا باتفاق الطائف؟ في الحركة الطلابية استمرت القوات، في قرنة شهوان استمرت القوات. سمير جعجع بخير، لكن لبنان ليس بخير. ظنوا أن الاضطهاد يجعلنا نكفر بالوطن، فزدنا حبا وتعلقا به. شباط 2005، جاء اغتيال رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري ليكسر الحاجز السوري للقاء الساحة المسيحية المعارضة بالساحة الإسلامية التي رفعت حاجز الخوف، فكانت ثورة الأرز ومظاهرة الاستقلال المليونية. انسحب جيش الاحتلال السوري في شهر نيسان. الأوطان ما بتنبنى بالحقد وبالضغينة وبالكره، وكتير مهم ناخد عبرة أنه نحن ما نكرر أي تجربة مع أي حدا مثل ما صار معنا. خ
خرج سمير جعجع من سجنه الصغير بعدما خرج لبنان من سجنه الكبير. يوم الحق محى 4114 يوما من الظلم والباطل، هي نفسها مسافة 6 أمتار مربعة فقط التي سجن فيها رجل باسم قضية الوطن. ثبت فعلا أنه إذا كان للباطل يوم فللحق 1000 يوم، كما ثبت فعلا أن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب. خرجتم من السجن الكبير الذي كنتم قد وضعتم فيه، فأخرجتموني معكم بالفعل ذاته من السجن الصغير الذي كنت قد وضعت فيه. مرة من جديد ما صح إلا الصحيح، نحبسوا هني وتحررت القوات. انهزموا هني وانتصرت القوات، فلوا هني وبقيت القوات، وبقي لبنان الأرض والسماء تزولان وحرف واحد من كلامك يا ربي لا يزول. لن يكون لبنان رهينة لأحد. سلاما على من يحب السلام، وبأسا وشجاعة وصلابة وإقداما على من لا يحب السلام. نحن نعرف تماما أن البحر أمامنا والعدو وراءنا، لكن لن يرف لنا جفن، لن نرتاح، لن نستكين حتى الغاية. عهدنا لكم بوطن حر آمن مستقل، بدولة قوية متوازنة قادرة، بمواطن طامح لا حدود لطموحه سوى النجوم. اجا مع البزدران، بس يفل البزدران يمكن بفل معه، بس نحن جينا مع ماريو حنا مارون ما بنترك على الارض الا معه تماما. رفاق الشهداء، من فجر احداث 75 الى فجر ثورة الارض، تحية شعب لا ينسى ورفاق اوفياء ومقاومة مستمرة بالفكر والكلمة مستمرة. ان استشهادكم لن يضيع وتضحياتكم لن تذهب سدى، إن هذه الأمة لن تموت، إن هذه الأشبال من تلك الأسود. كما كنتم حيث لا يجرؤ الآخرون، هكذا نحن دائما أبدا على خطاكم، حيث لا ولم ولن يجرؤ الآخرون. واليوم تبقى القوات اللبنانية المؤسسة التي شهداؤها لا يموتون، وتبقى وريثة نضال طال لأكثر من 14 قرنا في سبيل الحرية. لن نركع، لن نخضع، لن نستسلم، لن نخاف شيئا، لا
لن نتراجع أمام شيء، وسنلاحق المجرمين إلى أقاصي الأرض وآخر الزمان. القوات اللبنانية هي أكثر من حزب، هي ذاكرة شعب قاتل وقتل، ناضل واستشهد، ذبح وانتصر. شيخ بشير، وقت يلي القوات اللبنانية ب 13 نيسان 75 أخذت على عاتقها أنه تدافع عن نفسها وقررت ترفض كافة المؤامرات، وبقدر أكد أنه القوات اللبنانية بالوقت الحاضر بعدها ماشية على ذات المخطط، ومنطلقين هون من المبادئ الأساسية يلي آمنا فيها من 6000 سنة. القوات اللبنانية وريثة نضال 14 قرنا وتستمر. ما بيصح إلا صحيح. تسلم أشيال بعد القضية، دقات قلوب الأبطال صارت غنية. أشيال تسلم أشيال بعد القضية، دقات قلوب الأبطال صارت غنية. تبداها بدموع أولاد، صار خاطف وش الجلاد، زرعنا بلادي استشهاد، حصدناها